تفقد محافظ البحر الأحمر عمرو حنفي مجمع الصناعات بمدينة الغردقة، وذلك مع بدء تشغيله. تابع عمرو حنفي موقف الصناعات القائمة واحتياجات أصحاب المصانع، مؤكدا الاهتمام والدعم الكبير الذي توليه القيادة السياسية لدفع عجلة الصناعة المصرية. ويضم المجمع 218 مصنعا صغيرا ومتناهي الصغر بمساحات مختلفة تتراوح بين 250 إلى 600 متر.